الرحيم، وعدنا لكم من قناتي على اليوتيوب يوميات عمدة المصريين في بتايا. تحياتي لحضراتكم، سيد سمير من بتايا تايلاند، وكل عام وأنتم بخير. طبعا بس الحلقة بتاعتي النهاردة مش كبيرة، كل اللي فيها بس ان انا عايز اوضح بعض نقط للناس المحبين لتايلاند، سواء من العرب او من اوروبا او من اسيا او من افريقيا. يا جماعة احنا ما عندناش كورونا، والبلد الحمد لله تمام، وسيكم الاقاويل اللي بتتقال دي كلها. وزي ما قلت تايلاند خففت الاجراءات علشان خاطر اللي عايز يجي يخش تايلاند. كانوا طالبين، من ضمن الطلبات المطلوبة كانوا طالبين 500 ألف بات جارانتيه في عشان تاخد وافقوا على تأشيرة تايلاند، فرفعوها. والحجر الصحي هو بس ما فيش حاجة غير زادت على الطلبات القديمة غير الحجر الصحي ال 14 يوم لا أكتر ولا أقل. طبعا ما عندناش حالة ولا حاجة، والحمد لله بدأ الحياة تعود تاني والبيزنس بدأ يشتغل. وبالنسبة للناس اللي هي عايزة تفتح مشاريع، يعني أنصحك إن أنت تبدأ في المجيء من دلوقتي، لأن كانت أماكن كتير في فترة كورونا كانت ناس تركتها. فطبعا بدأ الناس دلوقتي تيجي وبدأت تأجر المحلات. فيعني عايز أقولها لك كده، إني هتبص تلاقي لو تأخرت أكتر من كده من حضورك تايلاند، فهتبص تلاقي الشيء اللي كنت هتاخده النهاردة رخيص البلد هترجع تاني، فاللي كان مرخص إيجارات او الكلام ده كله لما البلد تتحرك هيرفع تاني. دي كانت الرساله بتاعتي. اما الرساله الثانيه، طبعا انا بشكر بصفه عامه، بصفه خاصه الحمد لله انا من الشخصيات المعروفه جدا هنا في البلد، وبساعد الناس على قدر المستطاع ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لان انا ماشي على مبدا واحد وصريح، وهو احنا في دوله اجنبيه او حتى لو في دوله عربيه، انت يعني صوره لدولتك. لو انت كويس بيتقال ده مصري كويس، لو انت انسان مش كويس بتسيء لدولتك. يعني لو انت انسان كويس بتبقى صوره مشرفه لمصر بحاجه، ولو انت انسان مش كويس بتبقى صوره سيئه لدولتك. فانا عشت هنا واتجوزت وعشت هنا وراجل اعمال في تايلاند، دايما ماشي على مبدا واحد، ان انا مصري في اي حاجه هعملها، مش محسوبه عليا بس، ده محسوبه على تايلاند. الرساله الثالثه المهمه، ان انا بشكر سفاره جمهوريه مصر العربيه في تايلاند. بشكر السيد السفير وبشكر القنصل المصري وبشكر كل الناس اللي شغالة في السفارة المصرية على المجهود العظيم اللي بيعملوه علشان رفع الاستثمار في جمهورية مصر العربية، والموافقة على التأشيرات والمقابلة الجيدة جدا. لأن أنا زي ما قلت أنا ليا قناة على اليوتيوب اللي أنتم متابعيني فيها، وليا برنامج على صفحتي على الفيسبوك، اكتب سيد سمير بالإنجليزي، سيد سمير بالانجليزي هتظهر لك الصفحه بتاعتي وصورتي. فليا برنامج يومي اسمه برنامج صوت الحق، بنكشف فيه الفساد ومساعده الفقراء. فكم كذا مره اودي ناس للسفاره علشان خاطر نازلين يعملوا بيزنس في مصر او ياخدوا تاشيرات سياحيه، فبنلاقي مقابله كويسه جدا. ودي بالصفه العامه، فبشكر السفاره المصريه وبشكر العاملين التايلانديين الموجودين، وبالاخص اشكر الاستاذ عبد الله الرجل المحترم، شخصية محترمة جدا تعرفت عليه. الأستاذ عبد الله من الشخصيات المحترمة في سفارة جمهورية مصر العربية، اتعرفت عليه جدا أيام السفارة، أيام أزمة كورونا والكلام ده كله، وكنا بنطلب منه مساعدات للناس وحجز وحاجات كتير قوي، ولا يعرفني ولا أعرفه. وكان الراجل يعني أكرمه الله، كان بيستجيب. والفترة اللي فاتت برضو كنا هناك في السفارة، وكنت بخلص للناس عشان ينزلوا يعملوا بيزنس، وقابلنا احلى مقابله. وفعلا انتوا صوره مشرفه، الناس الموجوده كلها في سفاره جمهوريه مصر العربيه في بانكوك تايلاند. تحياتي لكم، اخوكم الصغير سيد المصري سيد العمده، وانا اسمي الاساسي سيد سمير. اقول لكم كلمه مختصره، انتوا صوره مشرفه لجمهوريه مصر العربيه في سفاره تايلاند. تحياتي لكم من تايلاند سيد سمير، وكل عام وانتم بخير. وتحياتي لكل اخواتنا في على مستوى العالم، وتايلاند دوله جميله، يعني اقدر اقول لكم احنا في انتظار رجوعكم للبلد، لان احنا اشتقنا لكم جدا. وسيبك من اي اقاويل، تايلاند ما فيش فيها كورونا ولا في اي حاجه.
وبالنسبة للأجانب ويلكم ان تايلاند. نشوفكم على خير، وانتظروني في حلقات قادمة على قناتي على اليوتيوب، يوميات عمدة المصريين في بكاي. وبالنسبة للواتساب يا جماعة، غصب عني أنا كنت غيرت التليفون، فطبعا أنا كنت عامل الواتساب على الرقم المصري، فطبعا لما غيرت التليفون بتاعي ومسحت الواتساب ونزلت الواتساب بتاني، فجيت لازم أدخل الرقم المصري. زي ما انتوا عارفين طلب مني 6 أرقام كود هيبعتهم على الخط المصري، فأنا الرقم أصلا مش معاي، فما عرفتش أرجع الواتساب القديم، فاضطريت إني أعمل واتساب جديد. رقم الواتساب بتاعي زائد 66 8 22 50 3269. ده الواتساب بتاعي اللي شغال. تحياتي لكم من تايلاند، سيد سمير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم في حلقات قادمة من تايلاند، وكل عام وأنتم بخير.